هو في حد ضامن نفسه؟ ضامن كل خطوة بيخطيها؟ ضامن صحته ولا شكله؟ الدنيا بتتقلب في لحظة ومش ثابتة، وعيبها الوحيد إنها يوم ليك ويوم عليك. والفكرة كلها إن في اليوم اللي عليك يا ترى هتلاقي رصيد حوشته وقت ما الأيام كانت ليك؟ خلونا نسمع رسالة. بنت عندي 22 سنة، عملت حادثة من سنتين كده بالعربية وكنت هموت، ووشي حصل فيه كسور وكده وبقى مشوه زي ما بيقولوا لي يعني على النت. أنا عاوزة انتحر، أنت عارف؟ أنا حطيت صورة لي على الفيسبوك من يومين كده، لكن كل التعليقات كانت بتشتمني وبتتنمر عليا، وصفوني بأبشع الألفاظ واتريقوا عليا وما رحمونيش يا أستاذ محمد. بقى كلامك كله تريقة على خلق الله؟ كل تعليقاتك شتيمة وتنمر، خليت الناس مادة للسخرية على صفحتك ووصفتهم بأبشع الألفاظ، فرحت بانتصارك والكام لايك اللي أخدتهم، قلبك جامد لما حسيت ان في حد بيسقف لك من ورا شاشات مضيئه مخبيه ملامحك، بتدخل تكتب كلمتين عند حد ممكن يكونوا سبب في انه ينهي حياته، يتمنى الموت، شتيمه ممكن، تنمر جايز، نقد هدام، ايا كان اللي بتكتبه الكلمه حقيقي كفيله انها تحطم انسان، تدمره حرفيا، لان الكلمه وقعها على الروح زي الرصاصه بالنسبه للجسد. هي ما اختارتش ان شكلها يكون كده، عملت حادثة وده اللي حصل. ليه ما بقاش نرحم قلوب بعض؟ ليه بقى عندنا جراءة واستفزاز في الردود؟